بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لصاحب العصر والزمان هذا اليوم المبارك. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لحذيفة: وإني لا أعرف لهذا اليوم 72 اسما، ومن اسماء يوم فرحة الزهراء. لؤلؤ روح فدوى لترابك، يلم فرح الزهرة وعلي بصوابك. ليلي يا ابو صالح يجي لعتابك ويقول لك تسلم يا هيبة، ويقول لك تسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لصاحب العصر والزمان في هذا اليوم المبارك. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لحذيفة: وأني لا أعرف لهذا اليوم 72 اسما من أسماء يوم فرحة الزهرة. فرحة الزهرة نجتمع وياكم، فرحة الزهرة نجتمع ويا ما أسمعك، هلا هلا. فرحة الزهرة نجتمع وياكم، هلا هلا. على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، ولعن أعداء محمد وآل محمد. نبارك لكم 9 من ربيع هلاك قاتل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بقلبك يا كافر وبقلب فرعونك، طاح السنم والوادي ميبشرونك، وش فيك يا أثول تغير لونك؟ وش فيك يا أطول تغير لونك؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئ ونبارك لمولاي بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة هلاك عمر لعنه الله في الدنيا والآخرة في يوم 9 من ربيع الأول. يا ابو لؤلؤ روح فدوى لترابك، يا لمفرح الزهرة وعلي بصوابك. ليلي يا ابو صالح يجي لعتابك ويقول لك تسلم يا هيبة، ويقول لك تسلم. نهنئ الإمام المنتظر ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى اليوم 9 من ربيع الأول المصادف يوم فرحة الزهراء عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. نبارك لصاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين الرافضة في كل مكان بهذا اليوم المبارك 9 من ربيع الأول هلاك الطاغية الملعون عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، فرحة مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. نهني صاحب العصر والزمان والمراجع العظام وشيعة أمير المؤمنين ذكرى هلاك الطاغي عمر لعنة الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. نبارك لصاحب الزمان ومراجعنا العظام والمؤمنين والمؤمنات لهلاك الطاغي عمر بن الخطاب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. نهنئكم ونهنئ صاحب العصر والزمان بهلاك الطاغية الثاني عمر بن الخطاب.